هناك مفكرون قلما يندم الإنسان على عدم التعرف عليهم، من بين هؤلاء المفكر الكبير ديفيد هيوم. هذا المفكر مختلف كثيرا عن غيره، فلا يوجد مفكر أو فيلسوف أعلى منه بمعنى الكلمة، ذلك أن موقعه هو بين الكبار فقط. ميزته عن الجميع أن عبارته واضحة وأفكاره في متناول الجميع، مع هذا هو ما زال مجهولا في عالمنا العربي الإسلامي، والسبب كما سنشرح هو بساطته، والأهم خطورة أفكاره على الجميع، لأن هذه الأفكار كانت في مكان ظهورها سببا في تغيير تاريخ الفلسفة بالكامل، وكذلك التغيير كبير جدا في علوم الدين واللاهوت المسيحي خاصة. والأخطر من هذا كله، كانت سببا رئيسيا في تغيير المناهج العلمية والنظر إلى العلم بشكل كلي ولا رجعة فيه. نعم، إنه ديفيد هيوم الذي اعتبره الإنجليز ثاني أهم مفكر في تاريخ البشرية، وهو يستحق هذه الرتبة تماما. عندما اطلعت شخصيا على فكره، كنت قد تخطيت العام 40 من عمري. حينها ندمت كثيرا لأنني لم أتعرف عليه قبل ذلك. كنت أقرأ نبذة عن سيرته، لكنني لم أعرف حقيقة الأفكار والنظريات التي كان له دورا كبيرا في تطوير المناهج العلمية والمناهج الفكرية وكثير من الأمور التي سنوضحها في هذا في هذه المحاضرة. بصراحة ذهلت حينها لمدى أهمية هذا المفكر، لأن من يقرأه الآن كما أعتقد سوف لن يشعر بأن هنالك مسافة زمنية بينه وبينه بين أفكاره، فما يقوله يؤكده الواقع الذي نعيشه حاليا. هذا الفيلسوف كان السبب في إيقاظ أعظم فلاسفة التاريخ وألمانيا إيمانويل كانت من غفوته الميتافيزيقية، كما اعترف بذلك كانت شخصيا. حديثنا اليوم بالتالي راح يكون عن فيلسوف استطاع أن يرد فلسفيا وبحذاقة على جميع ادعاءات الأديان وأيضا ادعاءات العلم والفلسفة. لم يترك قضية واحدة لهؤلاء جميعا لم يناقشها ويقدم ضدها حججا ما زالت تصدع رؤوس كبار المؤمنين والفلاسفة والمفكرين. ماذا فعل هيوم تحديدا؟ هيوم انشغل بشكل رئيسي بمشكلة المعرفة، فكان يحاول أن يعرف ما هي طبيعة المعارف التي يتلقاها الإنسان، ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يفكر بشكل أو بآخر. بداية فكرته كانت هي سؤال بسيط: من أنا؟ ما هي الذات؟ ما معنى الهوية؟ هذه الأسئلة تمخضت عنها نظريات ما زالت تبحث من قبل المفكرين، ومن خلالها غير مسار الفلسفة والتفكير البشري بالكامل. كما ترون، عرف هيوم أهم المعارف الأساسية البشرية، واكتشف بها بأن الأحاسيس والعواطف والانفعالات هي التي تقرر غالبية تصرفاتنا وتوجهاتنا وأفكارنا. قدم من خلال منهجه التجريبي الشكي أدلة دامغة، أكرر دامغة، فلسفيا ومنطقيا وعقليا على كل الادعاءات حول وجود الله جل وعلا ومعجزات الأنبياء. لم يكتفي بهذا، بل كاد أن يقضي على العلم والفلسفة أيضا، حين أثبت أن السببية ليست قانونا، وأن حكاية البعرة والبعير والحادث والمحدث مجرد عمليات اقتران بين أمرين في غالب الأحيان. كونوا معي أصدقائي الآن، وهذه الرحلة مع هيوم ربما ستطول عدد كبير من الحلقات. قبل أن نشرع بمناقشة ما قدم هيوم، لابد أن أذكر بأن هذا العرض لتراث هيوم ليس مجرد توثيق لحياته وأعماله، بل ضمنها لاحظت آراء النقدية في ما يتعلق بتراثه سواء معه أو ضده، فضلا عن ربط كل هذا بحاضرنا وتراثنا العربي والإسلامي، وهو ما يخصنا ويخص المستمعين. وهذه المسألة أنا دائما أحرص على أن نقدم شيء يسهم في معرفة ما نحن عليه حاليا وما سينفعنا في المستقبل. معكم منصور الناصر. هيوم يعد من فلاسفة الطبقة الأولى في الغرب، لأنه الفلاسفة أيضا لهم درجات. هذا الرجل يعد ماذا؟ من الطبقة الأولى من فلاسفة. أفكاره تمتاز بخصائص ثلاث: الخصوصية الأولى
الوضوح في طرح الأفكار. ومن هنا انتشرت عزيز، وهذه مولانا من إيجابيات ومخاطر البيان الواضح. إيجابياته أنه تستطيع أن تفهمه، سلبياته عوام الناس مولانا إذا يتكلم لكما يتكلم المحقق الدامات مولانا في القبسات وما يفهم أحد مولانا. خصوصية الثانية أنه منطقي من الطراز الأول، عندما يعتقد بفكرة يذهب إلى آخر لوازم تلك الفكرة. إذا اللوازم تؤدي به إلى الصف، ينتهي إلى ماذا؟ لأنه أنا وأنت بعض الأحيان نعتقد بفكرة، بس من تقول له بأنه هذا لازمه كذا لازمه كذا لازمه كذا يقول بابا اتركنا خلينا احنا شنو؟ ما أدري واضح ولا؟ إلى الخصوصية الثالثة، وهو أنه إمام الشكاكين مولانا في القرون الأخيرة. أعمق وأدق مراحل التشكيك في الغرب أسسها بنيت بيد من؟ ها؟ ديفيد هيوم. ولهذا عموم التشكيكات في القضايا الدينية والقضايا الأخلاقية والقضايا الفلسفية مبادئها منين بادية؟ من فكر ديفيد هيوم. يقول هيوم أن الدفاعيين المتدينين مالين الدنيا ضجيجا بصحبهم. لماذا؟ لأنهم يدعون أن هذه الدنيا رغم كل المآسي التي تلحقها بنا والمليانة موت وعذاب وحروب وكوارث، هذه الدنيا صممها إله كامل وحكيم جدا، بل أنهم لا يكتفون بهذا، إنما يقولون أن ذكاءه مطلق وكامل الأوصاف. مما معناه وحسب هيوم أن الدفاعيين يقولون انظروا إلى الجرادة، النملة، الغيمة، الجبل، الخلية، العين البشرية أو العين الحيوانية، إلى القلب، الساق، الخشم، الأنف، يعني كلها براهين وآيات، لكنكم كفرة وتعودتم على الجحود بالله تعالى. هذه كلها أدلة على تصميم ذكير رائع، لكنكم تستطعمون الكفر كما نستطعم نحن الإيمان. أبدأ الآن بحجة التصميم، وكانت تسمى حجة النظم. قبل كل شيء يجب التفريق بين موضوع الإيمان بالله والاعتقاد بوجوده. هنالك فرق بين أن تكون مؤمنا بوجود الله وبين أن تعتقد بوجوده، فهذا الأمر مختلف إلى حد كبير. ومن لا يعرف هذا الفرق نصحه بعدم التورط بمناقشة الموضوع، لأنه لن يقدم شيئا له قيمة. حجة التصميم، أطرف ما في هذه الحجة، ديفيد هيوم طرح هذه الحجة وردوده على هذه الحجة قبل ظهورها في كتاب لفيلسوف دفاعي هو ويليام بيلي سنة 1779. يعني هيوم رد على هذا الكتاب قبل ظهوره ب 23 سنة، لكن هذا اللاهوتي لم يكن مطلعا على نتاج هيوم، وهذا دليل على أنه المسافة الشاسعة بين الفلاسفة واللاهوتيين، بحيث أنهم لا يتابعون بعضهم الآخر. يقول هيوم يجب أن لا نندفع في هذا التفكير بموضوع الإيمان بفكرة التصميم الذكي. لماذا؟ لأن الكون سيكون في كل حال من الأحوال هو سيكون منظما، سنجده منظما أو نعتقد بأنه هو منظم. لماذا؟ لأن السمكة كما يرى لا يمكن أن تكون لها أجنحة، ولا الطيور نفسها يمكن لها أن تكون غلاصا. لكل جنس طبيعته وطبيعته ووفقا لبيئته، وهذا يفترض مسبقا وجود نظام وتكيف. فبالتالي لا يمكن أن تفترض عدم وجود نظام قبل الظاهرة نفسها. لهذا يتوهم كثيرون فرضية وجود تصميم قبل ما يرونه مصمما ومنظما ومنتظما. لهذا يتساءلهم أو يسألهم، هل يمكن لهذا النظام الذي نراه الآن أن يحصل بشكل آخر؟ هذا سؤال مهم يكشف المعضلة. طبعا هنالك الفترات الأخيرة أنه البعض يتحجج بوجود طبقة الأوزون لهذه، وقالوا بأن هذه الطبقة موجودة فقط لحماية الكائنات، وأن هذه الدولة هذه الطبقة لما استمرت الحياة. لكن الحقيقة أن هذه الطبقة موجودة قبل ظهور الكائنات، ووجدت أولا ثم تطورت أشكال الحياة بعدها.
من هنا فأن حجة التصميم تعتمد على القياس بين العالم والمصنوعات البشرية التي نعرف مسبقا من صنعها. رأينا من صنع السيارة، لكن لم نرى من أوجد القمر ولا من أوجد الشمس. تخيل أو عندما نرى شيء نعرف من يصنعه لأننا رأينا هذه العملية سابقا. أضع جهاز آيباد أمام عمر بن الخليفة عمر بن الخطاب مثلا، وأقول له ما هذا، من صنع هذا الشيء؟ لا سابق معرفة له بهذا الشيء على الإطلاق، لأنه قبل 1500 عام. بل أضع هذا الآيباد أمام من؟ محمد عبده، قبل 100 عام توفي، أكثر من 100 عام توفي، 1905 توفى. لكن عندما يكون الأثر أي العالم بأكمله أو الكون بأكمله واحد ولا يمكن أن نجد ما يشبهه أو من يرصده، بعد ذلك لا نستطيع أن نقول من فعل هذا، لا نستطيع أن نخمن كيف جرى صناعة هذا الشيء ببساطة. لماذا؟ لأنه لا نستطيع التوقع من يقف أو الذين يقفون سببا خلفه، بل على العكس هنالك أمر أكثر دلالة وهو ضآلة ما نعرفه عن هذا العالم. هذه القلة ما نعرفه عن هذا العالم تدعونا لأن لا نضفي على من صنعه شيئا ليس موجودا فيما صنعه. يعني هذا الشيء الموجود الآن الذي علينا، لماذا نضفي على من صنع هذا الشيء أو هذا الكون شيئا ليس موجودا فيما هو موجود في حياتنا؟ الموت موجود، لماذا نفترض الموت غير موجود في من صنع الموت؟ لماذا؟ لأنه كما نقول أنه هذا صنع السيارة، السيارة تعطل وتنتهي وتضمحل مع الوقت، وكذلك ربما من صنعها أيضا يموت، لماذا لا يموت؟ هذا موضوع مهم، هذا من عندي أنا أضفته لكن توضيح لفكرة هيوم. هنا ممكن احنا نقدر نقول مثلا السخرية اللي قالها فولتير، قال مرة في كتابة أو روايته كانديد، قال أنه من الرائع أن الله زودنا بأنوف طويلة فقط لكي نستطيع وضع النظارات عليها. يعني الهدف أنه نصنع النظارة، فبالتالي الآن تم اختراعه لكي نضع عليها النظارات، أي أن التاريخ بأكمل مليارات السنين كلها من أجل أن نجد بأننا مصممون بطريقة ذكية. هاي فكرة غير معقولة. الفكرة الأساسية العميقة أكثر اللي راد لها تأمل أكثر، أنه من غير المعقول القول بأن قدرة هذا الصانع هذا الكون لا نهائية، بينما العالم نفسه اللي احنا نعيش به محدود ونهائي في أبعاده. فأنت عندما تقول هذا المصمم كل شيء سبب، لكل خلق خالق، فأنت إذا تشوف الشيء ما هذا مخلوق أو هذا مصنوع، الكرسي صنع النجار، النجار أيضا يموت، فبالتالي إذا هذا الكرسي نهائي فبالتالي من صنعه ربما يكون أيضا نهائيا في أبعاده، فبالتالي لا يمكن أن تضفي صفة على خالق الكون إن وجده صفة الخلود أو اللانهائية، لأن ما صنعه نهائي، فلا يمكن أن تضفي شيء على شيء مخلوق كما تدعي وترفعه عن الشيء الآخر. أمر أهم وأخطر من هذا، لنفترض الآن أن العالم كامل ومصمم، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن المصمم كامل أو كلي القدرة. لماذا؟ لأن عمله مهما كان نوعه ليس جيدا، وهذا مو باعترافي ولا باعتراف الفلاسفة بل باعتراف المؤمنين أنفسهم. لماذا؟ هم يقولون مثلا أن العالم مليء بالعيوب والشرور، وأن الإيمان ضروري لكي نتخلص من هذه العيوب والشرور. يعني هم بأنفسهم يعترفون بأن هذا العالم الذي يفتخرون بتصميمه هو مليء بالشرور، بل أن الإنسان الذي يعترفون به يقولون هو مليء بالشرور، وأن على هذا الإنسان أن يعود إلى الطريق القويم. معنى مع الإنسان موجود ضمن الكون وضمن هذا العالم الذي يدعون تصميمه الكامل، لكن هذا الإنسان بحاجة إلى أن يعود إلى الطريق الصحيح، لكنه هو موجود ضمن العالم اللي يدعون بأنه مصمم بأفضل صورة ممكنة. شيء متناقض تماما. وهذه الأشياء أنا من عندي الآن، إضافات من عندي، لكن هي من وحي أفكار ديفيد هيوم. الآن أتحدث عن مجادلة عن مختلف بين القضية التركيبية والقضية التحليلية. It's okay. Let's do this. Let's approach it this way.
as we look at the world around us, there are two different kinds of statements. And so if we're trying to prove that this is true, let's look at these two different kinds of statements. One of these statements is analytic, and it is just true by definition. So a bachelor is unmarried. A cat is an animal. All right, that's just true by definition. You don't have to look around at all. You just know that's true. So that's a analytic statement. And then there's also synthetic statements, like you can say the cat is on the mat. And it might be true. You look, you see the cat over there, and that's true by observation that the cat is on the mat. All right, good enough. So as you look at it, these, you know, these two different types of statements, we can say that give me a statement and I will put it to this test. Is it analytic or synthetic? And this is known as Hume's fork, that, you know, it's either this way or that, kind of like a fork on a road. It either goes that way or that way, right? So give me a statement and let's talk about it, right? And so he says, if it's an analytic statement, then you should believe it. Like 2 + 2 = 4, a cat is an animal. You should believe that because it's just true by definition. Now, if it's analytic, such as the cat is on the mat, you could believe it, you know, like maybe it's true. And so depending on who's telling you this, it might make sense to say, yeah, that makes perfect sense. And I'm going to go ahead and believe that because it seems to be true. All right, fair enough. So, but what if it's neither? What do you do with that? Well, he's going to say, well, you really shouldn't believe that. All right, so let's look at some examples. All right, so the cat is an animal. Is that analytic, synthetic, or neither? Well, it's analytic. We already talked about that. So you should believe that because it's just true by definition. How about this question? The cat is on the mat. Again, that's synthetic. You could believe it, right? So if somebody gives you a picture saying, look, the cat is on the mat right there. All right, cool. Like I could believe that. It makes sense to believe it. So if it falls into the synthetic realm, then you could believe it depending on the other factors. Okay. How about this statement? The cat will be on the mat tomorrow. The cat will be on the mat tomorrow. Is that analytic? Well, no, there's nothing in the definition of cat that says it's going to be on a mat tomorrow. Is it synthetic? Well, remember, synthetic is true by observation. You can't observe the future. Therefore, it's not synthetic. So it is neither analytic nor synthetic. Therefore, you shouldn't believe that because who knows what tomorrow is going to hold, right? Maybe the cat won't be around. Maybe the cat will be outside all day, won't be anywhere near the mat. So, you should not believe that because we don't know. Okay. So analytic, you should believe it. Synthetic, you could believe it. If it's neither, you should not believe it. الفكرة من هذا الكلام بأنه يقول هناك قضيتان أساسيتان تركيبية وتحليلية. فعندما تيجي تناقش قضية الإله فلا هي قضية تركيبية ولا هي تحليلية. بالتالي إحنا لا نستطيع أن نحكم على هاي المسألة من خلالها. بعد ذلك بدأ اشتق من أنها إيمانويل كانت فلسفته الأساسية لا وجود لأي إمكانية لإثبات وجود الله من عدم وجوده. وبعد ذلك اجى بوبر وقال بأنه نحن لا نستطيع أن نتحدث عن أي موضوع علمي غير قابل للتكذيب. فبالتالي أي موضوع مهما كانت هي يجب أن تخضع للتكذيب أي نظرية كانت. والإله فرضية من الفرضيات لم تصل درجة النظرية. لكن حتى إذا حققت الشرط الأساسي فهي خاضعة للتكذيب. وهذا طبعا سيفجر عقل أي مؤمن وسيزعجه هذا الكلام بالتأكيد. الآن هناك مجادلة أخرى. لو قلنا أن الله خلق الأرض قبل 4 مليارات سنة والبشر قبل 250,000 سنة كما أثبتت الأبحاث، أن وجودنا كبشر استغرق زمنا طويلا لتحققه، معنى هذا أن إله احتاج مليارات السنوات حتى ينجح في خلق مخلوق يدعى إنسان، وهذا الإنسان قال بأن هنالك إله. بالتالي هذا الإله استغرق زمن طويلا وكثير من التجارب لم تكن ناجحة حتى استطاع أخيرا تحقيق ما يبحث عنه وتم اختراع الحياة في مكان واحد طبعا نعرفه حتى الآن، وهو هذه الأرض فقط. من يريد حسب وجهة نظر هيوم، من يريد أن يعرف معنى الفشل يجب أن يرفع رأسه فقط وينظر إلى القمر، لأنه واضح هذا المشروع، مشروع القمر مشروع فاشل ما زلنا نشاهده يوميا، هو مجرد كتلة من الحجارة والصخور لا أكثر. فما قيمة هذا المشروع بالضرورة؟ يعني هذا مشروع نراه بأعيننا يوميا منذ ملايين السنين وليس الآن فقط، وسيستمر ملايين من السنين أخرى. بالتالي من يتحدث عن وجود مصمم واحد لكل شيء هو متناقض مع فكرته نفسها. فنحن حتى لو افترضنا أن حجة المصمم صحيحة
فهذا ليس دليلا على وجود الله جل وعلا. لماذا؟ لأن المؤمن بالدليل يريد فرض شروطه على مزاجه. وما هي هذه الشروط؟ هي أن المصمم واحد. لكن من قال أنه واحد؟ احنا توافقنا لأن هناك تصميم ذكي، لكن من قال أن هذا المصمم واحد؟ الآن احنا عمليا نرى أنه بيت صغير أو أي شيء نقوم به يشترك في بنائه العشرات من البشر، فكيف بكرة أرضية أو إنسان في جسده مليارات مليارات الخلايا؟ بالتالي لا يمكن أن نطلق حكما مطلقا على وجود مصمم للعالم، وأن هذا المصمم بقي مليارات من السنين يعمل تحت وطأة متغيرات هائلة لم تتوقف ولو للحظة واحدة من أجل بضعة كائنات ضئيلة تعيش على كوكب هو الآخر ضئيل وبحجم حبة رمل في محيط هو نفسه بقدر حبة رمل قياسا بمحيط آخر وآخر من المجرات. طبعا راح يعترض البعض ويقول نقول ولهؤلاء نقول لو أصررتم كمتدينين على أن هناك صانعا لهذا الكون فلا بأس، لكن عليك قبل هذا أن تكون مشركا، وهي مسألة أنت تخصك، لأنه أنت وفقا للتعريف وفقا لمنطقك وما تدافع عنه فبالتالي لابد أن تكون مشركا. لماذا؟ لأنك يجب أن تكون مستعدا لوجود آلهة متعددة. السبب بسيط، لأنه قول بوجود نظام جعلنا كبشر ممكن يكون صحيح، ولا يمكن أن نوجد كبشر إلا بوجود هذا النظام، لكن هذا لا يعني أن هذا النظام قد تم تصميمه عمدا، وإذا كان تم تصميمه عمدا فقد يكون مجرد تراكم متغيرات عشوائية على مدى زمني طويل، أي بالنهاية لا حاجة لتصميم ولا مصمم. هذا قولنا، هذا هو الأقرب للصحة عمليا، هو هذا اللي نشاهده بحياتنا اليومية. لا نشاهد شيء آخر، لا نشاهد علامات على التصميم، ولا نشاهد مصممين يجرون عمليات صيانة على حركة القمر مثلا أو عمليات صيانة على حركة الشمس. نشوف المصممين اللي يصممون مثلا جسر ويبنون الجسر يأتون بين فترة وأخرى يسووا له إدامة، فبالتالي احنا لم نرى شيئا مصمما يأتي إلى هذا الكون أو العالم الذي نعيش فيه ليعيد النظر في الهواء، يعيد النظر في الأشجار، يعيد النظر في السماء، يغير شكلها أو يسوي أبديت يعني مثلا، فهذا ما موجودة. بالتالي فإن القول بوجود نظام يجعلنا كبشر هو مسألة يحتاج لها إعادة نظر بنفس الوقت. هنا لابد أن أشير إلى قضية مهمة أو مشكلة اعتقادية خطيرة جدا، سواء من قبل الملحدين أو المؤمنين، أي من قبل الجميع، وهي أن هؤلاء جميعا يفتقدون الإنساها في التفكير. لماذا؟ لأن هؤلاء جميعا جعلوا من هذا الجدال لعبة يحاول كل طرف الفوز فيها على خصمه. أما أن يدعي المؤمن بأنه مؤمن بوجهة نظره وبالتالي يعتقد دائما بأن هناك جوابا مضادا قاطعا على كل حجة، هذا الاعتقاد أو هذه الآلية في الاعتقاد لوحدها تثبت بطلان أي حجة تقدم من خلال هذا الإيمان، هذا الإيمان بين قوسين. أخيرا راح أعرض لكم فكرة هو هيوم نفسه حسم الأمر فيها وقال إحنا وافقنا على وجود مصمم الكون، لكن هل هو هذا الإله الحكيم نفسه؟ وهل هو إله كما نتصور؟ ربما لا يكون إلها، من يقول أنه إله بالتصور مالتنا؟ هنا راح يضرب مثال بالغ الخبر وهو مثال الميزان. يقول كل نتصور وجود ميزان، نفترض هذا الكون بأكمله عبارة عن يعني بينه وبين ما وراء الكون جد فيها، فهنالك ميزان في هذه الجهة من هذا الكون الذي نعيش فيه، والكفة الثانية لميزان موجودة في الجهة الأخرى التي لا نستطيع رؤيتها. فيقول لو أتينا في شيء وضعنا وزن 10 كيلوغرام في هذه الجهة أو هذه الكفة من الميزان، إذا أردت انخفضها معناته الجهة الأخرى أخف بكثير من 10 كيلو الموجودة، لكن لو وضعنا هاي 10 وارتفع الميزان معناته الجهة الأخرى هي أثقل بكثير من هذه الجهة، فكيف لنا أن نعرف الجهة الأخرى أو طبيعة هذه الجهة الأخرى؟ هنا السؤال الخطير، معناتها الآخر هو أثقل، ربما الجهة الأخرى يقفون عليها 1 أو 2 أو 10، لا نعرف.
ربما هو أثقل ب 11 يعني هذا 10 كيلو هنا هناك 11 كيلو ربما ذاك 100 ربما مليون ربما مليار لا تعرف. فبالتالي لا نستطيع أن نجزم بوجود إله واحد أو جهة واحدة مسؤولة عن هذا الكون الذي نحن فيه أو هذه الجهة من الميزان. لا نستطيع التخمين بأي شكل من الأشكال، إنما على كل واحد يضع تخميناته ويحترم تخمينات الآخرين لا أكثر ولا أقل. الأمر الأخطر وين؟ أنه قضية التصميم الذكي تلقت صدمة هائلة أيضا هاي من عندي من نظرية التطور، أدت إلى بطلان حجة التصميم الذكي. لماذا؟ وهذا السبب اللي يخلي نظرية التطور من أعداء الأديان لها. لماذا؟ لأنه نظرية التطور فضحت المعتقد الديني، أيضا كشفت عداء الدين للعلم، وهي قضية اللي أضرت مصداقية الدين وأيضا أضرت بنزاهة نصوصه ومستواها الأخلاقي والروحي. لماذا؟ لأنه نظرية التطور قدمت للناس تصور بأنه المسألة الوجود وجود الإنسان حدثت بالتدريج، وليس هذا فقط، حدثت بطرق لا حصر لها. خلق تحدث أنواع لا حصر لها من الكائنات كلها وجدت عن طريق التطور وليس بالصدفة. أكو خطأ عند الناس أنه يعتقدون أن التطور يحدث بالصدفة، لا، التطور ليس بالصدفة، البقاء للأفضل للأصلح ليست مسألة صدفة، إنما هو حركة مستمرة وتطور مستمر، لكن مو بالصدفة. يعني الصدفة بالعكس تقتل التطور، وهذا يجب أن يفهم كثيرون. بالتالي نظرية التطور أثبتت بطريقة غير مباشرة عدم صحة التصميم الذكي. لماذا؟ لأنه التطور حدث على مدى مليارات السنين وليس بقرار مفاجئ من الله سبحانه وتعالى. معنى النهائي أنه هنالك طرق لا تحصى للخلق إن وجدت فكرة الخلق أصلا، وهذه ما لا أحد يستطيع الجزم سلبا أو إيجابا. والآن أصدقائي لنختبر البرهان الديني عن حجة وجود الله. هذا الاختبار اللي قدمناه هو ليس بهدف دحض وجود الله أو التحجج بأن الله غير موجود، هذا الأمر فعله الكثيرون، الهدف ليس هذا، إنما الهدف هو نوضح بأن المسألة هي لم تعد مسألة تتعلق بقضايا لاهوتية كبيرة جدا وضخمة جدا، إنما بمسألة وجود قدرة على التفكير الفلسفي والمنطقي. إنه الإله، فكرة الإله هي فكرة لا علاقة لها بالفلسفة ولا بالعقل، إنما لها علاقة بالإيمان الشخصي. وعلينا أن نفرق كما قلنا في البداية بين ما هو إيماني بين ما هو اعتقادي. فالمعتقد يحاول أن يثبت وجود أدلة كثيرة، لكن أنت الآن كل إنسان عليه أن يقتنع بأن المسألة لا علاقة لها بالدليل، أن أنت مع نفسك مرتاح لهذه القضية. والهدف الرئيسي من هذا الفيديو هو لا أن نقول أن الله غير موجود إذن فلنفعل ما نشاء، لا، مو هذا الهدف. هدف أن أكون أكثر تواضعا، أكثر قدرة على أن نكون مرنين متقبلين للأفكار الجديدة، نعزل ما هو إيماني عن ما هو اعتقادي. هذه هي القضية وهذه الفكرة. كما وضحنا أنه 1000 سنة 2000 سنة من محاولات لإثبات وجود الله ووجود آخرين يردون على هذه الحجة لم تفضي إلى نتيجة. بالتالي هذا الموضوع أصبح من الماضي، مسألة تاريخية لم تعد تشغل بال أحد إلا من يريد أن يتمرن عقليا على تمارين، يجري تمارين عقلية مع نفسه ومنطقية لا أكثر ولا أقل، لكنها لن تصل به إلى أي نتيجة. وكما أثبت إيمانويل كانت بأن العقل الإنساني محدود، لديه قابلية محددة على اكتشاف الحقائق. أخلص من هذا الكلام أنه مهما الإنسان بلغ من الذكاء والمهارة والمناورة فلا يجب أن يعتقد بوجود حقائق نهائية، وإلا يضيع نفسه ينشغل بقضايا لا معنى لها. هذا يؤدي بهم بعد ذلك إلى أن يتعكزون على قصص خرافية حتى يسند بها أفكاره أو معتقداته، يخلق أشياء ويخلق عداوات ويكره الآخرين ويقيم جدار كبير وضخم جدا بينه وبين الآخرين. وهذا هو سبب رئيسي من أسباب المشاكل التي نعيشها. أيضا هذا أيضا يسبب تصادم مع الناس الذين لا يؤمنون بوجود الله
فلماذا هذه كل هذه القصة بأكملها لم نعد بحاجة لها؟ ليفكر ليختار الإنسان ما يختاره وينتهي الموضوع إلى غير رجعة. أضرب مثال مثلا بالجدل المستمر حتى هذه اللحظة حول نظرية التطور. هذا جدل مفتعل وأنا أعتبره سخيف جدا ولا يعبر، ومن يشترك فيه أو من يؤمن به أو ضده هو مسألة خارج اهتمامات الناس الحقيقية. الإنسان الآن بحاجة إلى أن يعيش بطريقة جيدة ويتقبل الأفكار الموجودة، لأننا كلنا الآن بدأنا نشعر بأننا كلنا في مركب واحد وعلينا أن نكون متفاهمين إلى أقصى حد ممكن، لا نبحث عن خلافات لا جواب ولا يمكن أن تحسم. ما زال بعض الناس يجادلون بأنه الأرض ليست كروية، عجيب يعني. وهذا 1500 سنة المسيحيين اشتغلوا على هاي القضية أنه الأرض ليست كروية، وعدموا علماء وبالأخير أصبحت كروية. ما زال عندنا هنا لحد الآن هناك أناس لا يصدقون بأن الأرض كروية، تخيلوا، ويحاول أن يتمنطق ويتشندق ويتفردق على هذا الموضوع، وما زال يقول لا الأرض مسطحة ولا وجود لبراهين تثبت أن الأرض ليست كروية. حتى أنا شفت واحد من الأساتذة الإنجليزي عنده متابعين بالملايين، ما زال يعني شفته يلف ويدور على هذا الموضوع ويقول أن الأرض ليست كروية، يعني حاول أن يلوي عنق الحقائق بهذه الطريقة. على كل حال أختم بهذه الحجة التي هي حجة خاصة بي، أقول بأن نفي وجود الله ليس فلسفيا، إنما النفي هو واقعي. يعني إحنا ما نحتاج بعد ذلك أن نتجادل فلسفيا ومنطقيا ونأتي بالحجة الوجودية وبرهان النظم وما إلى ذلك. الواقعية نحن نكتشف غياب الله وليس عدم وجوده. هاي الحجة لا أعتقد أنه أحد يستطيع نفيها أو إثبات أنني غير محق في قولها. هذه حجة، وهي أن أنت انظر إلى واقعنا الذي نعيشه الآن، هذا الواقع الذي ينتهك يوميا من قبل القوى الكبرى، من قبل يعني الجلاوزة والشياطين الذين يحكمون واقعنا، يتحكمون بأمرنا ويستبدون بنا ويستعبدوننا بطريقة أو بأخرى. هذا الواقع اليومي بمليان مجازر في طالبان، مجازر في العراق، في حروب اليمن، مجازر في سوريا، في ليبيا، وداعش يوميا تدخل هاي العشر سنوات الأخيرة تدخل تفجر في أسواق على ناس أبرياء يتمشون في الشارع، يجي شخص يسوق سيارة لأنه هو مؤمن بالطريقة الداعشية ويسحق الناس في شارع، ناس يمشون على الشارع بهم عرب وبهم مسلمين وبهم مسيحيين. هذا كله هل يثبت وجود الله؟ دعونا من النقاش حول داعش أو ماعش، لكن لماذا لم نجد وجود لهذا الإله في واقعنا الحالي؟ بالتالي احنا ما نحتاج أدلة على تثبت غياب الله عن واقعنا. هذا الإله هو نفسه اللي لم يتدخل لعمل أي شيء من أجل دينه حين كانت داعش تفجر في هذه الأسواق والشوارع وباسمه، أيضا لم يتدخل حين أصبحت الدعوة الدينية مشبوهة وتعمل لصالح الحكام وتجار الدين وليس لصالح الإله. الإله الحقيقي هو الذي نحن الذي أنكرناه وألصقناه باسم الدولة وباسم السلطان وباسم الحاكم وباسم رجل الدين وباسم الشيخ، وبدأنا نتنطع ونتمنطق باسمه، لكننا في الحقيقة نفعل كل شيء سيء. هذا الإله أصبح شماعة يتحدث باسمها الجميع، وربما يهاجمونني شخصيا لأنني أنفي وجود الله في حياتنا اليومية التي نعيشها الآن وبحجة أنك ضد الله، لكنه بالحقيقة هو نفسه ضد الله لأنه هو يحاول أن ينافق الآخرين ويدعي بأن هذا أنه منضوي للإرادة الحاكم الذي حاكم باسم ربه الحاكم بأمر الله، ويدعي بأنه أنا الذي أقف ضد وجود الله. هكذا أصبح الله عبارة عن شعار أو دعوة مفتوحة لممارسة العنف بأبشع أشكاله، بل أن الكل راح يدعو لممارسة العنف وكأنه يدعو إلى حفلة عرس. الآن التجد بالتعليقات أنك هذا أنت كافر وأنت كذا وأنت كذا، وفرحان بهذا العنف الذي ينضح كراهية وحن وغيظ كأي وحش يحاول أن يتهم الآخر مجرد
أنه طرح رأيه وقال كلمته بشكل بسيط وواضح وفي بيته، يعني لم يطرق باب أحد حتى يقول لك يجب أن تعتقد بما أعتقد، أنت حر وأنا حر لا أكثر ولا أقل. ننظر إلى وجود الله في الشارع، في المدرسة، في السوق، وحتى مواقع التواصل، لن نجد هذا الإله، نجد بس تنطع. وبالتالي هذا دليل صارخ على أن الإله الحقيقي غائب، ربما زعلان من عندنا. ولكم أتعليق، شكرا جزيلا وأسف على الإطالة. في الجزء الثاني راح أتحدث على هيوم وكيف رد على حجة الوجود وواجب الوجود، وأيضا سأتحدث عن موضوع حجة السببية. فأتمنى متابعتكم مع الشكر والتقدير. مع السلامة.